بسم الله الرحمن জীবন্ত ধোকা ছাড়া অন্য কোন সম্পদ নয়। আজ 12ই ডিসেম্বর মহিষী রাবেয়া খাতুন চৌধুরীর 16তম মৃত্যুবার্ষিকী। والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالحق الذي لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم
يا الله يا حمد من عذاب الله 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 يا الله يا حمد من